لقاءات جميلة جدا، أداء رائع، مبروك عايزنا لهذا البطل الخارق. شكرا طارق سكيتيوي. طارق نشكر الكل العربي. طارق طارق صحيح صحيح صحيح. والان ينتمي السامي رئيس المجلس البلدي والبطل العالمي السابق عبد القادر معزيز التقدم الى المنصه لتقديم باقه ورد ودرع المدينه كتذكار كعربون امتنان وتقدير للبطل للمدرب الدولي. شوفوا شوفوا طارق سكيتيوي. الزفت السي طارق سكيتيوي هذا السي وش وسلواي مسقيم نفران سلواي عبد القادر معزيز ابراز اخذار وباقة الورد يقدمها البطل العالمي السابق عبد القادر معزيز ونائب رئيس الجمعية المنظمة للمهرجان. شكرا السيد رئيس مجلس البلدي، شكرا السي عبد القادر على هذه المبادرة باسم المدينة والإقليم، وألف امتنان وألف شكر لك بطارق. بالتوفيق إن شاء الله للقادم من البطولات والشركات الأخرى، إن شاء الله يربي 10 20 30 40 سنة، الله يطول لك في العمر ويرزقك الصحة والسلامة، وما يفرحنا فيك وما يفرحنا إن شاء الله. سعيد كثير التواجد ديالي بينكم ومعكم، كنشكر الجميع اللي فكر في هذه المبادره هذه، ما درنا الا الواجب ديالنا، اقل شيء يمكن يدير الوطن تبان، وكل خير ان شاء الله للامام، نصل الشهاد اكثر، وتشريف الكره المغربيه افضل وافضل ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا للجميع وعلى رأسهم السيد العامل، وكنحبكم، شكرا لكم.